كابتن أسامة، مبروك، فوز مهم النادي الأهلي، تقدم بيه للمركز الثاني في طريقه بقى إن شاء الله بإذن الله لمكانه الطبيعي. الحمد لله. طبعا أهم حاجة حصلت في الماتش النهارده المكسب، ويمكن احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده قبل اللقاء، لكن للأسف الأداء النهارده وحش جدا، وبالذات الشوط الثاني. يعني الشوط الأولاني النادي الأهلي جاب جون بدري، وكان عنده فرصة ان يضيف هدفين او ثلاثة، والماتش كان هيتسهل قوي. والشوط خلص 1-1. الشوط الثاني الاداء ابطأ، الهجمات اقل خطورة، مفيش اختراقات كبيرة من الاطراف خالص، سواء من هاني او كريم فؤاد، يمكن كوكا لعب كرة عرضية ولا اتنين لما نزل، لكن مش بالتأثير الكبير قوي. وحسين الشحات ورضا سليم النهارده كانوا بعاد عن المستوى المعهود ليهم، فبرضه الاختراقات من الاطراف، من الاربعه الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف هنا والاثنين اللي بيلعبوا على الطرف هنا، ما كانتش واضحه. رغم انه داخليه، يعني اقول ايه، فرقه مش صعبه، هي صحيح اتكتلت لورا شويه بعد الهدف، ولكن انت ما بذلتش الجهد او الاصرار، ما كانش عندك غير طبيعي انك تكسب اللقاء، لكن الحمد لله ان انت كسبت. يعني تسديده عمرو السوليه جت في وقتها، دي 84، الهدف الثاني هو اللي ده رايح الدنيا. يعني قبليها يمكن في كره او كورتين، واحده لموديست لما نزل صلحها كويس قوي، الكهرباء عدته، وفي واحده تانية لموديست معرفش هو ما شاطش ليه، هو لعبها بالعرض، لكن ما كانش فيه خطوره زي الشوط الاولاني. فالاداء للاسف الشوط الثاني مش جيد، ولكن اميز موضوع النهارده انك انت تقدمت للمركز الثاني وخدت الثلاث نقاط.